اوباما من جاء كان في الحكومه نقل كثير من الصناعات الامريكيه الى الصين باعتبار ارخص الاسعار، ولكن في تايوان اللي عليها صراع ما بين الصين وما بين التايوانيين على استقلاليتها، اهم المعامل هذه اللي يجهلها كثير من اخواننا، اهم المصانع اللي تنتج المايكرو تشيب اللي هي الرقائق الالكترونيه اللي تغذي كل صناعات امريكا بالمناسبه حتى الصناعات العسكريه، هذا المعمل موجود في تايوان. هذا المعمل يا استاذ نجم مواد الاوليه السانت الرمل يجي من الصين. تلاحظ هذا المعمل هو سبب الصراع الاساسي. امريكا الان تعاني ازمه كبيره في مساله انتاج الرقائق الالكترونيه وصناعه السيارات تقريبا شبه متوقفه بالمناسبه، اتحدث السيارات الحديثه في امريكا. أي. ولذلك اسعار السيارات القديمه ارتفعت بشكل كبير في امريكا سببها هذا المصنع. يعني اليوم انت تروح تسجل على سياره جديده ما يقولوا لك بعد الشهر، يقول لك بعد سنتين تعال خذها. فهذا الصراع الحقيقه حتى امريكا ترضي الصين وتفتح مناخات الصين عندها خسائر، صارت في افريقيا خسائر بسبب تنافسها مع فرنسا، وفرنسا ليس لاعب سهلا، كان يواجه الصين كثيرا لان فرنسا هي تدي مسيطره على افريقيا. فجاءوا سمحوا للسعوديه، شوف اهم نقطه في الاتفاق ما بين السعوديه، طبعا ما في اتفاقيه، اكو اتفاق كما يكذبون الجماعه انه اكو اتفاقيه مع العراق، لا ما في اتفاقيه بين الصين والعراق، ماكو. اكو مذكره تفاهم ولم ترتقي حتى الى مستوى اتفاقيه. فالسعوديه جت سوت انتبه لكل الحوار هذا، ماكو الغطاء والمؤتمر وجيب الرؤساء. اي قالوا للصين راح نبيع لكم نفط مقابل ان تعطونا بالعمله المحليه العمله الوطنيه الصينيه، كل ما في الموضوع. تعرف اي كميات من النفط يريدها الصين حقيقه راح تبيع السعوديه الى الصين، وفي قبال ذلك امريكا غضت النظر عن هذا الموضوع، لانه تدري امريكا مساله البيع بالنفط بعمله غير الدولار غير مسموح. شوف تم الاتفاق على هذا يا استاذ احمد، هذا مصطلح البتريوان، انه الصين تدفع 30% باليوان الى السعوديه من مجموع صادراتها، وقد اتفق على هذا. فكيف تسمح امريكا بهذا؟ تسمح لانه تريد ان تحل الاشكال ان لا يصل الى حد التصادم في بحر الصين في قضيه تايوان. نعم، والصين نوع من الدوله البراغماتيه، براغماتكس الحقيقه، تشوف مصالحها وين. الذي حصل مع السعوديه هو ليس كما يصور انه نفوذ الصين واسع وانه الصين سوف تسيطر على الشرق الاوسط، لا، الصين يعرف وبدليل ايش قصه لهم يتحدثون الجماعه عن اتفاقيه العراق ويا الصين. تسمع انت بالاعلام، انت شوف لي مسؤول صيني، انا اسالك وانت رجل باحث دقيق، شوف لي مسؤول صيني، وزاره خارجيه، وزير تجاره صيني، رئيس الصين قال عندنا اتفاقيه ويا العراق، واكيد انت متابع، لم يحصل. أي. هذا عزيزي، لانه الصين يعرفون وين حدودهم وين نفوذهم. يعني هاي دول كبرى، مو واحد يخاف من الثاني. الصين دوله كبرى وامريكا دوله عظمى، فمن يتفقون تعرف اللي حصل شنو في كل هذا الاطار الجديد؟ أي. انه شيئا فشيئا خلوا الصين ان ما تتدخل بالحرب الاوكرانيه الروسيه، انت ملاحظ هذا الموضوع ولا ما ملاحظه؟ شايف أي. الصين شنو موقفها بالحرب؟ ها؟ شنو تروح روسيا اللي هي دوله ايضا كبرى تستجدي ايران على سلاحها وعلى عتاد، وليش ما تروح للصين اذا هو حليفها؟ هذا اللي انا اقوله، اقول شوف هاي دوله كبرى اسمها الصين، 2 مليار بشر، عندها اموال رهيبه، لكن تضع امام مصلحتها الوطنيه كيفيه خلق توافقات مع دول ممكن تحطمها. انت تعرف اكو 7 تريليون دولار للصين في امريكا بجره قلم، هذه ممكن تروح. وكان ابو الصين يعرف وقال بالمؤتمر، اذا شفته في المؤتمر اللي صار به رئيس انتخبوه الحزب الشيوعي، تحدث عن انه اموال الصين، معده الصين كلها في امريكا، في خزائن امريكا. لذلك هذا ما يجيب هستيريا مال جماعتنا، ماكو يلا وخلي يولون وما ادري شنو هذا الحكي، ماكو اللغه الفاشله اللي مرت علينا من سنه. يعني سنة. كل هذا يا استاذ احمد، نعم. بناء على ما قدمته حضرتك، ان هنالك سببين اساسيين، المعمل الرقائق الالكترونيه في تايوان وتحييد الصين، نعم. عن المشاركه في الحرب الالكترونيه، نعم. مقابل ان تتخلى امريكا عن اهم منطقه في العالم ويتواجه أزمة اقتصادية وأزمة وقود خانقة.